جه بنجاوز خلاص، جبنا سيره بنجاوز مليون مره. لما بنجاوز ايه؟ قال لك لازم ثلاث حاجات، لازم هايبر فايبر ستيت، لازم تعمل في الجزيره اللايك، لازم تديزل. لما بنعمل عمليات في الفيلم بالذات، فيلم كوندوميتس كوريكتومي، ممكن بنعمل احنا دامج في ميديا بين، ممكن بعمل دامج في ميديا بين. طبعا بعض العمليه عمليات الكوندوميتس بالذات، العين ولا بياكل ولا بيشرب، وطبعا بعض العمليه ولا بياكل ولا بيشرب حاجه، دي هايبريتس، والدهايبريتس دوت يخلي عنده هايبر غير بقى اللي عندهم بوليسيرجينيا، اللي عندهم سيجنسي في البروتين سي او اس، كل دول اللي عندهم هايبر تراجلوسكيت. عشان يحصل دي بي تي برضه اقل حاجه في الجلد، ان العيال لازم يبقى عنده تيرز. بعد العمليه العيال بيتحرك ولا نايم على السرير مصلط؟ نايم على السرير مصلط. وهو بيعمل العمليه بيقعد 7 8 ساعات، نايم على السرير مصلط ولا بيتحرك في العمليه باذن الله؟ نايم على السرير مصلط. فكل الحاجات دي ممكن بتزود الانسنت بتاع الدي بي تي، وفي حاجه اسمها فور باور الدي بي تي. مين بقى الريسك فاكتور؟ الناس اللي عندهم الترايات دول، الناس اللي عندهم الترايات دول، اي عيال فول ايج ما بيتحركش ولا بياكل ولا بيشرب، بيدهايدريتد. اي عيال تمثل كومان يبقى دهايدريتد طبعا فوق دمه، بيبقى بريزن. اي عيال تمثل بيرن، اي عيال مالينسي، اي كمين بتاخد كوره متزلت الفيروس بيحصل فيها ديتد وهايبر فايبر وستيت، دول احنا بنسميهم حاجه اسمها الرايزنج فاكتور. الميجر تروما، الميجر بيرن، الماليجنسي، الكوره متزلت الفيروس، كل دول هم الرايزنج فاكتور اللي ممكن يجيلهم وات دي بي تي. الباثولوجي بتاع دي بي تي في امتحان الاس كيو مش مهم، الباثولوجي مش مهم، هنتكلم عن كلينيكال بيكشر. الدي بي تي ممكن تبقى سايلنت اسيمبتوماتيك، وهي في مرحله سايلنت اسيمبتوماتيك العيان بيبقى عنده فيفر اوفر نون اتيولوجي. من ضمن الحاجات اللي بتعمل فيفر اوفر نون اوريجن، وساعات طالما هي سايلنت اسيمبتوماتيك ممكن يبقى بيرس برزنتيشن از وات؟ بالموناري بوليس، وساعات بيبقى بيرس برزنتيشن از وات؟ صادم كاسر. صادم كاسر. يعني الواد اللي فات ده تقريبا من يومين ثلاثه اللي عنده مشكله ممكن يقول لك ده كان بيجي دي بالموناري بوليس، يقول لك الغرفه الطبيعيه دي بتيجي دي بالموناري ودخل الاسم من هنا جه الوقت. بربوني اول ما دخل الاسم على طول جه الوقت. بربوني كوريزم. بربوني كوريزم اللي بيحصل في الاسم بعد كده هنتكلم على لو العيان حاسس بالمطايز. لو العيان حاسس بالمطايز ثلاث حاجات. دي بي تي از كاسبر كاسبر مين؟ مين؟ ما بين في ناس بتضرب الرجل. فالبنان ممكن يحس ان رجله ايه؟ هتفرقع. نفس الاحساس بالظبط اللي عندي، ده بيعمل حاجه اسمها بيرفين بين. الرجل هتفرع من كتر البين عشان ما تجيش فيه ناس بتضرب. العام طبعا بيبقى عنده سواليك. رجل ورمه. السواليك دوت احسن حاجه نعرف ان في سواليك ولا ما فيش سواليك بالمنظوره. والسواليك ده بيديني فكره مبدئيه العام ده مقفول فين. يعني لو العام عنده ايلو كاميرا بي بي تي هيبقى السواليك بتاعه فين؟ لو ايلو كاميرا بي بي تي هيبقى السواليك فين؟ غالبا في الرجل كلها. لو فيبرا دي بي تي هيبقى سواني تقريبا فين؟ تقريبا في الصاد. لو فيبرا دي بي تي تقريبا حاجه في الصاد. لو اوبيتيا الدي بي تي هيبقى العيان ورمان فين؟ تخرج. فالسواني ده اكيد الفكره المبدئيه العيان مقفول فين؟ نمره ثلاثه العيان بيبقى عنده تندرنس. كونجكشن بيعمل تندرنس. طب الاخر كده لما حطوا جمعوا دي بي تي حطوا دي بي تي از وات؟ السيمبتوماتيك دي بي تي كلاسيكال ترايات. كلمة كلاسيكال ترايات دي بتتكرر في المناهج كتير، في المسالك كان في كلاسيكال ترايات، في جي اي كان في كلاسيكال ترايات، الدي بي تي كلاسيكال ترايات اوف فين؟ وسواني وين؟ وفاندرز، فين؟ على سواني ما فاندرز. ايه الكومبليكيشن بتاعت الدي بي تي؟ في حاجات بتحصل دلوقتي وحاجات بتحصل على اللونج ران. دلوقتي يا عم ممكن يجي له وقت. بالموني بوليزم. والبلمونيا بوليس بيبقى الريسك بتاعه الماكسيموم، كان مكتوب في الباثولوجي اللي انا قلته مش مهم بس الحته دي مهمه. البلمونيا بوليس بيحصل ده اول لحظه 10 ايام. البلمونيا بوليس اول 10 ايام، اللي بعد اليوم العاشر بيحصل ايه؟ ده اول 10 ايام بتبقى البلاستر لسه ما نزلتش في البيت. على اليوم العاشر البلاستر بروبات لا مش كانلايزيشن. على اليوم العاشر بيروح لازق في البيت، فما فيش ريسك اوف دي بي تي على اليوم العاشر. نو ريسك اوف دي بي تي على اليوم ال 11 هتنزل دروب دي بي تي. اكيد دلوقتي ممكن يحصل حاجه اسمها فيلا سانجرين.
دلوقتي ممكن يحصل في ناس من جديد وفي ناس من جديد دوت يحصل حاجه اسمها بريفاسيا. انا قلت بريفاسيا حاله في ناس من جديد في البريفاسيا. هيفضل فين؟ اللونجان بعد تقريبا سنتين ثلاثه اربعه خمسه. لان انتوا حاجه اول مره هتشرحها بعد شويه ما شرحتهاش قبل كده. حاجه اسمها ايه بقى؟ كرونيك فينس انسفيشنسي. كرونيك فينس انسفيشنسي دي اول مره هشرحها بعد شويه. الكرونيك فينس انسفيشنسي دي كان ليها اسم زمان بيسموها ايه؟ بوست فليبيتك سندروم. يعني ايه بوست فليبيتك سندروم؟ يعني ايه شكل الرجل او ايه التغيرات اللي هتحصل في الرجل ديت اللي حصل فيها غلطه من كام سنه؟ من سنتين ثلاثه، لا 25 سنه ده مبارك. من سنتين ثلاثه حصل فيها غلطه فدلوقتي بقى حاجه اسمها بوست فليبيتك سندروم. في اكيوت كومبليكيشن وكرونيك. اكيوت هيجيله فاتوره الامبوليزم، اكيوت هيجيله من جديد، هنعرف عنها ليه. كرونيك هتلاقي الرجل يحصل فيها شويه تغيرات زي رجل سامح، كل مره اقول رجل وافكرته برجل سامح اللي احنا شفناها في الكلينيكال، دي اسمها بوست فليبيتك سندروم او اسمها كرونيك فينس انسفيشن. الجنجرين بيحصل في نوعين كده من الدي بي تي او في حاجه اسمها فاريشن اوف دي بي تي، في حاجه اسمها بريجنازيا البا دولنس. دول مهمين جدا. بصوا بقى بريجنازيا البا دولنس وبريجنازيا سيريال دولنس غالبا يعني حاجه منهم بتيجي في الامتحان، بيحبوهم جدا. بريجنازيا البا وبريجنازيا ايه؟ سيريال دولنس. بريجنازيا البا دولنس يعني الرجل البيضاء الموضوعه. وبريجنازيا سيريال دولنس يعني الرجل ايه؟ الزرقاء الموضوعه. الرجل البيضاء الموضوعه والرجل الزرقاء الموضوعه. باختصار كده بريجنازيا البا وبريجنازيا سيريال عباره عن ايو فيبرال دي بي تي. بس بمواصفات خاصه يعني ايه؟ بريجنازيا سيريال دولنس عباره عن ماسك ايو فيبرال دي بي تي لدرجه ان الاريا بين والفيبرال بين كلهم ايه؟ مقفولين بجلطه. الليليا البين والفيبرال بين كلهم مقفولين. فبالتالي الرجل دي ما فيش منها ايه اساسا؟ ما فيش في ناس تركب بالمره. ماسك الليليا فيبرال دي في قفل الليليا البين وقفل الفيبرال بين كله، فالرجل دي ما فيش منها في ناس تركب بالمره، فطالما ما فيش في ناس تركب نهائيا اكيد ما فيش ايه جاي؟ ارتيريا سبلاي. وممكن الرجل دي تنتهي بقى في ناس وات؟ جنجرين. في ناس جنجرين تمام؟ الرجل دي بقى زرقاء ولا بيضاء؟ زرقاء اللي فيها سجير وات؟ فينس كونجشن. فالرجل دي بتبقى زرقاء اللي فيها سجير فينس كونجشن وسموها بريجنازيا سيلوري دولنس. في بقى رجل اسمها بريجنازيا البا دولنس عباره عن حاجتين مع بعض. عباره عن اليو فيبرال دي بي ماسك بس ما قفلش اليوم كله. عباره عن اليو فيبرال دي بي حصل معاه ريفلكس سباز. الجلطه لما حصلت عملت ريفلكس سباز. ثانية واحدة. Thank you.
بيحصل معاه الفلاس في البلازما بالعرضي، لما بيحصل معاه الفلاس في البلازما بالعرضي ده بيؤدي لأكيوت إسكيميا. العرضي قفل بيعمل أكيوت إسكيميا. وكمان في الفيبراتي قلب دونك في حاجة مهمة جدا علموا عليها بدون علامة، بس أنا ما أعرفش بتحصل إيه، بيحصل معاه الهيمنجايتس، بيحصل معاه الهيمنجايتس إنفلاميشن في الليمفاتيك باسل. يعني هو ثلاث حاجات على بعض، الفيمرال دي بي تي على الفاس ديتا على الهيمنجايتس. او الانفستيجيتيف تيم عندنا نقعد في الدكتور حوالين بعض فين الجولد ستاندرد. فينا توكس صوت وصوره في فينا توكس. لو انا عايز اعمل ده سايد تاب هنعمل فينا الدكتور. الدكتور دوت جهاز كده زي ما انتم عارفين بيتسجل الفلو بس، فهيقول ان البين دوت ما فيهوش فلو، انما البين التوكس هيقول لي ما فيهوش فلو، وكمان هيجيبوا لي مرسوم هو وات جرطه زي السونار بالظبط، زي السونار بالظبط. فده الكلاسيك بتاعي هو البين التوكس. لو عايز اعرف بقى الجرطه اكتف ولا كرونيك، يعني لسه الجرطه دي شغاله ولا الجرطه ديت ممكن تكون بقت ستيبل، بنعمل حاجه اسمها ريديو اكتف فايبرينوجين ابديت. بندي ريديو اكتف فايبرينوجين. لو جرطه خدت ريديو اكتف فايبرينوجين تبقى الجرطه دي مالها؟ اكتف. لو جلطه خدت ريديو اكتف فايبرينوجين تبقى الجلطه دي اكتف. ازاي نعالج دي بي تي؟ في كذا طريقه للعلاج.